السلام عليكم خوتي، انا ما كنت محيط وجدتم. دائما احنا في حنا اليوم رانا في فانزبري بارك، راي كان شويه سخان عندنا هنا في انجلترا، ما عارف الدول الاخرى كيفاه، في الدول الاخرى الاوروبيه. بالمناسبه نسلم على اخويا مصطفى تاع السويس اللي ضربنا جوله، ان شاء الله يكون بخير على خير ويكون الحق بخير على خير. انا نسلم عليك خويا مصطفى ونسلم على خوتي الجزائريين في الداخل والخارج. اليوم مع اخونا طاهرو سجلنا معاه، حبيبنا طاهرو، وراح نزيدو نسجلوا معاه. نخليكم مع الفيديو خوتي. السلام عليكم خويا طاهرو. السلام ورحمه الله. شو راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله خويا صالح. صورنا معك بقبل ونصوروا معاك ونزيدوا نصوروا وديما نصور مع خويا طاهرو. ابروفيتي مادامنا حيين. ان شاء الله يا خويا، ان شاء الله ربي يسترك في البارك كما العاده. يسترك كاع الجزائري وخوتنا المسلمين. كانت الشتاء دوك راهي سخان الحمد لله تاع ربي نعمه، انا في البارك نتنزهوا والماء بارد. بصحتك. خويا صالح واش تحب نقول لك خويا العزيز؟ حنا والله العظيم ولاد الغربة. ولاد الغربة، رانا في الغربة، بلادنا ثاني هي هذه ثاني شغل رانا فيها. حبيت نحضر على البرلمان هذا تاع اللي داروه، قال لك باللي تاع جالية وما الجالية، ما فينا مش فينا والو. غير الهضرة برك. إلى هادو الجاليات اللي تفيدنا، تجي يشوفوا في لندن واش يعيشوا الناس. اللهم بارك يعاونوهم، كاين واحد فيها باش يجيب باسبور من الكونسيلا، كاريتا بزاف خو. لازم الى واحد يموت يديروا لما في البوكس، ربي هو اللي يقتله هو اللي يحييه. بس هذا لامات صاحبي باش الانسان يستغرق كما نقولوا احنا الوقت قصير، كي يكون الجاريه تكلف به في دقيقته يبعثوا للبلاد. حنا دوك لازم نطملوا، ما باش حتخلوا في لامور سمانه شهرين شهر حتى نطموا له مسكينه كما نقولوا نصيب اللي كتبوا ربي باش ندفعوا السيد للمواليه. ما هذه ماشي حق. وهنا البلاد لا بلي بارنا، هنا الغاشي كان بزاف اللي يروحوا في لا دروغ، ومنها ما كاش مي با حاجه سبور ولا حاجه اللي يديروهم ولا اللي يعاونوا فيهم ولا كذا. انا ما نكذبش عليك يا اخي، سبحان الله انا ما شفتش باللي كاينه جاريه. هذيك تراكا عندهم جاريه، السودان عندهم جاريه. انا ماليش، انا احنا شغل ما احنا قلتوا احنا بلاد عظمى، ما خصنا لا بترول لا ذهب لا دراهم لا والو. ما نقدرش مي با نكونوا جاريه في الخارج. المشكله انهم فوطوا الناس، قال لك درحوا الفوط لا فلان، اختاروا واحد تاع اسبانيا وواحد في كندا. دوك انا ما نقولكش الا دوك هما درحوا ولا ما درحوش ولا فوطا ولا ما فوطاش. الا فوطا ولا انسان اللي يستاهل اللي يقوم بالجاريه كيما باغي الحكيمه والديه، ديجا هو كيما في الجاريه تاعو ولا كش والديه خسرهم حاجه يتهلا فيهم كيما احنا هكذا كيف كيف. بس احنا هذا الانسان ما نقدرش نتوصل ليه، نقول نحكي له واش كان واش ما كانش، ما نقدرش نوصل ليه. ولا تبعث له بريه بالك تلقاه بيزي، تلقاه راهو مشغول في اسبانيا، راه في طليان، راه في الاخر. راك فاهمني؟ يعاود يشغل على فاميلته ولا على باليش كيفاه، شغل اسم برك، برلمان يحاضر البرلمان، بصح في واحد الصح ما يحضرش، نهار كيوصل بمشكل والله العظيم يهرب ويخليها يخلي كما يقولوا بير بغطاه. وراه الحل؟ الحل يا اخي، احنا الشعب تاعنا تاع الجزائر ان شاء الله نقول لكم شنو، ان شاء الله ربي يعطينا قوه، وحنا نعاونوا روحنا ما نسناوش هما يعاونونا. صح. احنا نعاونوا روحنا وبربي ان شاء الله تحب ترجع. شوف ما تتكل على البرلمان على حتى واحد. تكلا ربي اسجد والله ربي ولي يفتح لك، هو سترونغ على البرلمان سبحانه. وين البرلمان كان والو؟ الناس يموتوا ما كاش يعاونوهم. واحد راح في هويه عيانه ما قدش مي باكيش يعاونوه باش يخرج من الطريق هذيك، ما يقدروش يعرفوا واش يجوا. يجوا هنايا ما يروحوش هذوك المساكن اللي يحتاجوا حاجه، يروحوا هذوك لاباس بهم، لاباس بهم يخصوا والو، يقول لك انا مهني الحمد لله، يوروا غير ليماج اللي مليحه. نشوف حاجه اللي ماشي مليحه، كاين الناس حبوا يهضروا ما يلحقوش خو. الا حبيت يدير بريه ما توصلش السيد هذاك اللي راح يستقبلها، يقطعها في النص كاع، يقول لك هذا واش بها، يقراه هما قبل ما توصل له. هذا برلمان هذا. صح يا اخي، واش حاب نقول لك انا يا اخو؟ انا ان شاء الله ربي يتبني على صلاتنا يا اخو. ان شاء الله الا كان واحد اللي يخاف ربي ويحكم بالعدل ويعاون الناس اللي يحكم برلمان يا اخو، ماشي ساهل. روح يحكم برلمان، ماشي رشح نفسك راك طلعت في البرلمان يدير لهم نص ساعه خطاب برك، ندير لكم ونعمل لكم ونعاونكم وندير لكم. ها كان واش شفنا؟ ما كان والو. يدير باقي فاميلتو عاد ما ننظر لنا. واش رايك في هذو الناس الوزراء والوزراء الرؤساء الكبار هذو اللي في 70 75 80، يعني رايك قادرين يديروا المسؤوليه يقوموا بالواجب ولا لا؟ يا خويا كاين حاجه انا ما قدرتش ندخل في التفاصيل هادو، بصح واش خويا صالح أخوي. يا خويا صالح يا خويا، شوف اذا كان واحد مصغر احنا نقولوا جان قاري فاهم ترمي في الوزاره يشرف بلادك، معليش عباك الانسان بلادك كي يكبر في الوزاره يخلي واحد اخرين يا خويا. عندك خالص خالص نورمال قاعد خالص خدام خالص، ماذا بيجيبوا واحد يكون يعرف قيمه الخدمه
جيسبر انا مدابيه واحد جا الخيم واحد الشيخ يا خويا شيخ يا خويا باك ولي خطيتي لي مرن مخو ديالك باك يولي يخرف مع باك بلي الانسان يكبر يخرف خو يولي يضرب برك يا خويا جيب واحد لي ما عندوش طاقه ما عندوش طاقه ما يقدرش يجري ما يقدرش ماشي سلام يقطع الانسان هذه ديجا واحد الانسان قد ما يكبر قد ما تنقص الخبره ديالو قد ما تدخل الوزنيه باك تكون 28 طوق ماشي كيما 45 سنه يا اخي انا واش حاب نقول لك انا ماذا بيا نحبوا تزاد 45 خير من 70 صح 75 و70 خير من 100 سنه سبحان الله 100 سنه جاب ربي يبقى غير مشاز في ريح في الدار وتجي له تيبا يا خو تاعو ماشي مشكل احنا ما كاين نقول لك ما نعلوش خبزه ديالو يا اخو واش حاب نقول لك ماذا بيا يا اخي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يا اخي احنا مسلمين الا خافوا الله سبحانه عز وجل يعاونوا الجزيريه كاع مساكن كاع محتاجين يا اخي ماشي احنا تما نطمعوا انا طمعوا في ربي بس على الانسان بزاف بزاف والله رضاك بزاف البلاد يا اخو تحب صراحه طلعت شري تراب تما نحكي عامه انا ما نقط ماشي يسوي قطع الانسان بصح نحكي عامه اي حبي خلال الخبره تاعك ايه يعني شي تراب يقول لي 3 ملاير سما واش حبي يدير هذا سما يسرق وكان هذوك اللي عندهم معرفه هذوك عندهم 4 ديور واحد 5 ديور مغلوقين وواحد مسكين ساكن في لاكاف تاكلوا طوبه كما وروا السمانه اللي فات في اسمه حي الصمام بوفاريك ساكن في لاكاف انا كنا تحب صراحه عندي صراحه انه اللي حبيت يتعقد ومتزوج مع مرته يا اخي عندي عاد 5 سنين ما شفت تلفزيون هنايا 5 سنين فافياس علاه ما شفت تلفزيون علاه خويا ما على باليش انا عندي غير على الانترنت في الكمبيوتر ديالي انا نشوف احد الدينيه الدين يا خويا حبيت نتغمق في الدين يا اخي واحد مليح يعرف الدين يا اخي واحد ماهوش كما نقولوا كامل في الدنيا هذه بصح مليح يجرب يغدر واش راح تشوف يا عم والدك اي خويا الدين خير ديننا ما نعرفوش مليح مازال الدين واحد ما يعرفش الدين يعرف بها قصه الانبياء وهذه واخيرها مليح واحد يصفي نفسه يا خويا يلقي نفسه وعفسه على باليش يلقي له القال الخاطيني بهم صح يا اخي واش حاب نقول لك يا اخو انا ماذا بيا بلاد الكنز هذيك بلاد البترول بلاد الاخر وبلاد مساعدنا اكبر مساحه في العالم حنايا نو في افريقيا الان بعد تقسيم السودان في العالم انا زعما نهضر نهضرك هذا شغل بار اكسبيريونس تبنوا واش تما يبنوا وعطي سكنات يا خويا سهلوا يا خويا خلص شويه وعاونوا الناس يا اخي او الناس ما كانوا عندهم ولادي في لاكاف مرضوا ماتوا لهم ساكن ما كانش يشوف بهم علاه باسكو فلان بالفلان عنده 5 ديور في حيدره عنده في البيان عنده في الاخر مغلوقين يديرهم غير تاع لانيزارنيز فيرسير واش عندك لانيفيرسير راه يروح عندك شومبره تاع حيدره بارتما تاع حيدره اليك والاخر مسكين الميديتي داخل له الماء علاه واحد ما يخلف الدنيا هذه يا خاوتنا في الدنيا هذه نقولها لكم لازم تسمعوا مليح في ودن هاد الحكام هادو ماشي نقطع انا الحظ ماذا بيحكموا بالعدل هذه هي انا ما خاب نحتا واحد خاف غير من الله يا اخي عاونوا الناس تقاف كي نلقى واحد يموت في المقبره ديالو يلقاو شي يلقاو واش دار سبحان الله ماشي خدمه كحلب بالتوت من نهار يموت بقى او ولادي او راح لي او مات لي نو يا اخي انا نطلب ربي ان شاء الله ربي يهدي كاع الجزيريه اللي عند اللي مسؤولين في الديور وفي هذه وفي الاخر المعاونه واش حاب نقول لكم يا اخي اللي مريض ربي شافيه واللي مات ربي يرحمه واللي ما شفناش ان شاء الله نشوفه عن قريب يا خوت واحد العجوزه بزاف وتوحد بزاف الجزائر ويا خويا كيفاش حاب نقول لك راني هنايا رانا كيما نقولوا خمس صباح وعشيه وحنا قلقان كيما نقولوا قناعه هي صح في الانسان انا قال عليه واش كتب لنا ربي انا ندو فيه ما قال الابتلاء اللي جا من عند ربي مرحبا به ونهضر هكذا اسم قلبي صافي من كل جهه انا ما قطعت نهضر ديريكت نهضر لا رياليتي واش كاين واش ما كاش انا حبيت الدور انا حقي مدوه يا اخو صدقوه انا مس حق ما طمع في تاعه طمع في ربي انا الا عندي حق نسال تما في الجزائر صدقوه في سبيل الله اللي ما عندوش انا والله العظيم رقان عند ربي سبحانه عندي بالك ان شاء الله ربي يكتب لي كما نقولوا احنا بلاصه في الجنه ان شاء الله بعد المؤمنين المسلمين ان شاء الله يا اخو واش حاب نقول لكم انا اعطيكم الصحه على الكليه وشوف فيا ولات حومتي بزاف بزاف تاع واد كنيس الويسو وما ننساوش كاع كيما نقول احنا ناس الغربه ناس الغربه ثاني خاوتنا في البلاد سامر مازال مازال وراه في الجزائر طول ساكن ماري ماشي كيف كيف كيما احنا سيليباتير ان شاء الله ربي يحل عليك ان شاء الله زوجه صالحه ان شاء الله كيما نقولوا واش حاب نقول لك نقول لافامي تاعي لك ما غلطت معهم سمحوا لي ونسلم كاع لافامي ديالي ولاد الواد كنيس الويسو اي بلاصه يا خويا سلموا على والديكم بزاف بزاف نعطيكم حاجه برك ما تثبتوا على صلاتكم بزاف واللي تقدر دير طاعة الوالدين وطاعة الوالدين الا قدر دير خير ديروا
وما تشوفش موراك كاع، دير الخير وما تخافش، ربي يعوض لك. ما تخافش تقول لي عندي راس مالي نرميه ومن بعد ما نقابلش، ربي يعوض لك. اوكي يا خو ان شاء الله هكذايا، ونشوفكم على القارب ان شاء الله. وهذه من قلبي نسلم على كاع زواوله، تحيه زواوله جوسكا لا فان دي موند، حتى خلاص الدنيا وانا معاكم يا زواوله. صحيت خويا طاهر، السلام عليكم.